بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم راح نكون معاكم من خلال هذه المنصة الجميلة لتقديم مادة مهارات التفكير. راح أكون معاكم أخوكم صلاح صالح معمار، عضو هيئة التدريس بجامعة طيبة، أستاذ القيادة التربوية، حاصل على ماجستير والدكتوراه من جامعة غرب ميشيغان. رحلتي مع التفكير بدأت منذ عام 2001، منذ أن كنت في وزارة التربية والتعليم، واستمرت الرحلة حتى لما كنت في مجال التدريب، دربنا عدد من المشرفين والمعلمين على مهارات التفكير. ثم انتقلت رحلتي لمجال الكتابة في مهارات التفكير، فكتبت علم التفكير وكتبت 6 طرق لتنمية تفكير طفلك، وكذلك شاركت مع عدد من الزملاء في كتابة مهارات التعلم والتفكير والبحث لطلاب السنوات التحضيرية في الجامعات السعودية. بالإضافة لعملي في مجال التدريب منذ وقت مبكر على والتركيز بشكل كبير جدا على مهارة التفكير سواء داخل السعودية أو خارجها، راح أحاول قدر الإمكان إني أسخر هذه الخبرات أو الأشياء اللي أنا تعلمتها وأشارككم فيها من خلال هذه المنصة الجميلة. المادة مهمة جدا لأي شخص، لا تتوقع إن المادة هذه مركزة لمجموعة من الناس، أو بعض الناس يتوقع إنه ما يدرك الفرق بين الذكاء ومهارات التفكير. الجميل في مهارات التفكير إنه أي شخص يمكن أن يتعلمها، والأجمل من خلال هذه المهارات وهذه الأدوات تستطيع تحسين تفكيرك. تحسين تفكيرك في ماذا؟ في العناصر اللي احنا راح ناخذها في هذه المادة، سواء في مهارات تفكير أساسية تستخدمها في جميع مهاراتك الحياتية، أو أعلى في مهارات التفكير الإبداعي أو التفكير التحليلي أو حتى التفكير النقدي. هذه العناصر اللي أنا ذكرتها راح نتطرق لها في هذه المادة الجميلة والمفيدة بحول الله. متوقع إن شاء الله إنه من خلال مشاركتي وتجاوبكم معايا من خلال المنصة راح نخرج بحول الله لمعرفة أهم برامج التفكير العالمية، معرفة الفرق بين التفكير ومهارات التفكير، كذلك كيف يمكن تطبيق هذه المهارات في مجال حياتي، سواء مهارات التفكير الأساسي أو الإبداعي أو الناقد أو التحليلي. أتمنى أنكم تسجلوا وتشاركوا معنا، لأنه بإذن الله راح أبذل قصارى جهدي لتقديم أفضل ما لدي لتستفيدوا بحول الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.